حيث يأتي هذا اللقاء الحواري حرصا من الهيئة على تعزيز التواصل مع المنتفعين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين خدمات الاتصالات. طبعا اللقاء هذا تم بدعوة عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المنتفعين والجمهور. نعم. تم فتح المجال لتقديم طلبات الحضور، الحمد لله كان الحضور يتعدى يعني 150 مشارك تقريبا. نعم. تم تسليط الضوء خلال هذا اللقاء على 3 محاور رئيسية، اللي هي محور جودة الاتصالات داخل المباني، والمحور الثاني هي الرسائل الاقتحامية والاحتيالية، والمحور الثالث طرق حماية الأطفال من الإدمان على الشاشات الإلكترونية. بالنسبة لجودة خدمات المباني داخل المباني، طبعا تم التركيز على المبادرات اللي قامت بها الهيئة، حيث قامت الهيئة مؤخرا طبعا إلزام المشغلين عمانتا وأريدو ببناء أكثر من 4400 محطة جيل خامس، بالإضافة إلى البدء بإجراءات إغلاق تقنية الجيل الثالث. نعم. بحيث يتم استخدام النطاقات الترددية في الجيل الرابع والخامس وتحسين الخدمات قبل نهاية العام هذا إن شاء الله. بالإضافة إلى ذلك قمنا من عام 21 بنقل عدد كبير من المشتركين في تقنيات الألياف النحاسية التي لا تقدم سرعات عالية إلى خدمات الألياف البصرية، وتم تخفيض طبعا العدد تقريبا في حدود 140 ألف من خدمات الألياف النحاسية للألياف البصرية، وهذا طبعا ساهم في تحسين الجودة. بالإضافة إلى ربط عدد من المحطات الاتصالات المناطق الريفية بالألياف البصرية التي كانت مربوطة طبعا بالأقمار الصناعية. نعم. ولكن تم التركيز في هذا الجانب على الخدمات داخل المباني، حيث يعني استلمت الهيئة في حدود تقريبا 400 شكوى من بداية هذا العام أو النصف الأول من عام 24، وتقريبا 70% منها تتعلق بشبكة التوصيلات الداخلية داخل المباني، حيث أن الخدمات واصلة في المنطقة ولكن التحدي دائما داخل المباني بسبب طبعا هي أن التسليكات غير ذات جودة عالية. نعم. أو أن المقويات تكون موضوعة في مكان في أماكن غير مناسبة لنشر الشبكات والإشارة وغيرها من الأسباب. طبعا فتحت المجال الاقتراحات والتوصيات في هذا المجال، حيث استلمنا يعني معظم الحضور ركزوا على موضوع التوعية والجهود التي تقوم بها الشركات والهيئة في هذا المجال وما هي الحلول الفنية التي تقدم في هذا المجال.